وراح اجيب لكم عروض بعد، راح اسوي لكم لفات مال جبن مثلثات، اخاف عندكم ما حد جوعان يمي بعد. ها النومي. ايه تفضلي اختي. هلو حبيبتي، الحمد لله على السلامة. شلونها سفرة تربيل؟ تونست ان شاء الله؟ الجو حلو. الله يسلمك. هاي شنو؟ شنو؟ لعبة على كيف ماما، لعبة على كيف. رحت ويا اهلي الاربيل 3 ايام، ارجع لقلبية مدينة العاب، ذولا جهال منين؟ جهالك؟ جهالي. متزوج علي مو؟ متزوج عليك. انا تزوجتك وشان عقل ما عندي نوبة اكررها. بعدين منين ذولا جهالي؟ هن 3 ايام رحت الاربيل. يلا يلا حبايبي، عروض اخرى بلغوا اهلكم، راح اسوي لفات من نواد، حتى لفات لحم قواطي راح اسوي لكم، وصمون حجري، واذا تريدون كهربائي هم اجيب، بس شويه اللفه غاليه. يلا حبيبي. شنو هاي؟ النومي. ايش قلت لك اني؟ ما تقول ليش ما اكل، هو هذا الاندومي، ايش بيه فوائد؟ ده يلا. هاي شو مسوي بالبيت؟ شو مسوي؟ شنو هاي؟ بابا مشروع باعي دق فلوس. وهاي ما لقيت غير مكان تفتح بيه مشاريع غير بيتي؟ شنو؟ عمو اريد اجدد بالمرجوحة ب 1000 دينار. يلا حبيبتي جددي جددي. هاي عافية، هاي هاي سباعية البنية. ها حبيبي. ما اريد بطل مي بربع. بطل مي ياخذ بربوع من ذاك الصغير، مو تاخذ الطويل. يلا. هذا هذا. يلا. واللي يبقى طيل النومي مو الذبة. عبالي مأجر ثلاجتي هم. لا لا شلون؟ بعدين هذا بيتنا، كيفنا؟ إيه ما حد له علاقة، أريد أسوي مدينة ألعاب، أسوي مطعم، جراج، كيفي. لا أنت مو صاحي، أكو واحد يجي يسوي بيته؟ ليش؟ شغل وعلى باب الله، ما بايق أحد ولا ناهب. راح أطب بغرفتي وأطلع بعد ساعة ما أسمع أي هوسة هنا، الكل برا، والغراض والملاعب كلهم برا. يا غرفتي، الغرفة انباعت وفرغتها العمال اللي يشتغلون جوا. شنو عيني؟ راح أجيب أنصب بها ديلاب هواء. طبعا بربح خير من الله ديلاب الهواء غرفتي يعادل لنا الألعاب كلهن.